تصريحات معانا تانية، وتحديدا دلوقتي للبطل المصري محمود صبري، فاز بفضية رفع الأثقال في وزن 72 زي ما كنا بنقول لحضراتكم، وهو برضو من الأبطال هناك المحترمين جدا واللي عندهم تفاني كبير قوي. لو شفت كده كم التدريبات والصور والتصريحات بتاعته قبل حتى لما يشارك، كان من الناس اللي نفسها بس تروح ترفع اسم مصر في العالم. حقيقي عايز أقول لحضراتكم على حاجة كريم بجد أنا مقتنعة جدا بيها، يعني دول لو هنطلق عليهم اسم هنطلق عليهم اسم أبطال اللا مستحيل، يعني أو أبطال لا تعرف المستحيل، لأن الناس دي زي ما احنا عارفين هي مش بس بتتدرب وبتسعى وبتعمل زي ما البشر العادية اللي هم الناس السلام جسدين أنا بتكلم بيعملوا، لا الناس دي بتتحدى حاجات تانية خالص احنا بالنسبة لنا لو مرينا بيها ممكن نقول لا خلاص احنا مش قادرين نكمل. فهي ازاي بيكون عندك إصرار، هو ده المهم، هي دي النقطة المهمة، أنا عايز حاجة عايز أوصل لها لازم يعني أسعى لده مهما كانت ظروفي ازاي، ده اللي احنا اتعلمناه منهم. فخلينا نروح نشوف التصريحات بتاعت البطل المصري محمود صبري وبرده نستمتع بيها زي ما بيتقال ونرجع نكمل. ربنا يعزك كابتن، والحمد لله بفضل الله انا كان ترتيبي في الرانك الدولي كان خامس، والحمد لله رب العالمين دخلنا الماتش والزمحات طبعا تابعته وشفت طبعا، ففضل الله يعني ايه كنت خامس بقيت رابع ثالث برونز برونز بعد كده فضة. مش هزور حضرتك كانت في اخر لحظة كابتن قاعد يقول لي في ودني انت عملت فضة فضة، فانا مش مركز في اي حاجة خالص، كنت فاصل تقريبا، بقول لهم والله كله بفضل الله طبعا ثم تعب الناس اللي معانا سواء بقى اللجنة الأولمبية جهاز فني ووزارة الشباب، بقول لهم فوق ده كله بقى دعواتكم انتوا، والله بفضل دعواتكم انتوا طبعا، دعوة امي ربنا يبارك فيها ويحفظها ويديها العمر، هي دوت ربنا قررنا النهارده الحمد لله، وقدرت افرح اللجنه الاولمبيه والشعب المصري كله، بقول لهم ربنا يبارك فيكم، وانا يعني دعمكم انتوا كان اكبر حاجه ليا، وبنوتي على فكره امبارح كلمتني وقالت لي عندها 4 سنين اسمها سميه، قالت لي ان شاء الله